عندما رفض محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني ضيافة الملك الحسن الثاني. ذكر الدكتور عاصم القريوتي أستاذ علوم الحديث في جامعة الإمام محمد بن سعود بالعاصمة السعودية في صفحته الفيسبوكية حادثة وقعت بين العلامة الراحل ناصر الدين الألباني الملقب بمحدث العصر وبين الملك الراحل الحسن الثاني، أوردها المؤرخ المغربي عبد الهادي التازي. وأفاد التازي أنه لما أراد الشيخ الألباني زيارة المغرب كلم الملك الحسن الثاني في استضافته استضافة رسمية ملكية، فذكر للملك منزلته ومكانته، فأمر الملك باستضافته استضافة رسمية. وتتضمن الضيافة الرسمية وفق المصدر موكب 3 سيارات ونزولا في فنادق 5 نجوم على حساب الدولة، وأشياء أخرى منها فتح الخزائن الملكية وتيسير دخول خزائن المخطوطات بتوجيه من الملك. وتابع التازي بأنه فرح وشكر الملك على مكرمته واتصل بالألباني ليبشره، فغضب الشيخ غضبا استنكره التازي ورفض جميع المكرمة باستثناء موضوع المخطوطات. وقال الألباني للتازي: إذا أردت أن تكرمني فأعطني سيارتك، وأما النزول فسأنزل على بعض المشايخ في المدن التي سأزورها. وقال التازي: اهتممت لذلك جدا، وكيف أعتذر من الملك وماذا سأقول له؟ ثم اتصلت بالملك وقلت له إن الألباني يشكركم ويعتذر عن قبول الضيافة. فقال الملك الحسن الثاني: رفض الضيافة الملكية؟ فقلت: ليس رفضا وإنما. فقاطعه الملك الحسن الثاني وقال: هذا عالم مؤمن صادق، لا بأس. فأمر الملك بتيسير دخول الألباني لخزائن المخطوطات. وخلص المؤرخ عبد الهادي التازي إلى أن هذا من المواقف التي زادت بها محبته للألباني رحمه الله.